بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا يا شباب، في الفيديوهات دي إن شاء الله يعني قبل ما نبتدي أي حاجة في كلمتين لازم أقولهم بالله عليكم. مبدئيا ده شرح إن شاء الله هيبقى مايكرو عملي، ده رقم واحد. رقم اتنين، الفيديوهات دي مش شرح. يعني إيه مش شرح؟ يعني مبدئيا بص في الأول كده، بس اعتذار واجب الأول للناس أصحاب المذكرات دي. أنا معرفش هما مين بصراحة، بس معرفهمش معرفة شخصية يعني. تمام، احنا هنشرح من الاثنين دول. ده ورق الكورس، وده تقريبا ورق بتاع هيلبنج تيم. فبصوا يعني معلش اعتذار للاثنين، انا ما اعرفش مين هم يعني، بس ايه اعتذار وخلاص. لو هم مضايقين ان احنا نشرح منهم بعد العملي هنشيلهم، مش قصدنا اي حاجه، بس مفيش وقت ان احنا نعمل شغل دلوقتي. تمام، بصوا بقى شباب من الاخر كده، اللي احنا هنقوله ده دلوقتي ان شاء الله مش شرح خالص. يعني ايه مش شرح؟ هل كده ان احنا مش هنفهم حاجه؟ لا، انت ان شاء الله هتفهم وهتحفظ وتخش الامتحان ان شاء الله. يعني ايه؟ ربنا يعيننا ويعينك ونقفله. تمام، ده ان شاء الله يعني. فده مش شرح اللي احنا انا اشرح لك وانت هتستنى تفهم وبعد كده تراجع والكلام ده كله. لا، اللي انت هتقراه او اللي انا هوريه لك هتحاول انت تحفظه دلوقتي، وانت لان اصلا مفيش وقت. انت فاهم الكلمه؟ احنا يعني احنا بصراحه انا شخصيا اتغفلت في الامتحان ده. انا فاكر ان هم كام ورقه كده بيتلموا وطلع الموضوع كبير شويه، بس ان شاء الله مش هيبهوا مننا والدنيا تبقى زي الفل. فده رقم واحد. رقم اتنين، اصلا الناس مش فاهمه اي حاجه في الموضوع زي حالتي كده في الاول. ايه الدنيا يعني؟ ايه ده اصلا؟ بص يا باشا، مبدئيا كده لو انت في التراوه خالص، فاعرف ان ده احنا عندنا ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي امتحان امر مايكرو. تمام، الامتحان ده ان شاء الله يعني في ورق نزل له 11 ورقه في المكتبه. ال 11 ورقه دول هم اوريدي 10، لان في ورقه كده تعريفيه يعني. هل الورق ده كامل؟ بص، على حسب الاسئله اللي جت في هيلبنج تيم الورق مش كامل. طيب يبقى كده ما نذاكرش من الورق، نذاكر من الكتاب. لا، ما هو خلينا نتكلم كفنيين شويه. الكتاب 40 صفحه، فانت ما تقنعنيش ان انت هتذاكر ال 40 صفحه في يوم. طب هنعمل ايه؟ بص يا معلم، ربنا يعني ايه يعيننا ويعينك وكده. احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ميكس ما بين الورق ده والاسئله دي والكتاب، بحيث ان انت تطلع بحاجه اوستيك كده ان شاء الله، يعني تخش الامتحان تبقى مفيش حاجه تفوتك. تمام، فايه المطلوب منك؟ هل هجيب ورقه وقلم وتكتب ورايا ولا الهوا؟ اللي عمل الورق ده بصراحه في هيلبنج تيم ربنا يبارك له، الكلام اللي مش مكتوب هنا، اللي مش مكتوب في هيلبنج تيم، قايل لك لوك اب بيج كذا كذا في الكتاب. فانت بس هي دي الحاجه اللي هتفتح فيها الكتاب. فانت مبدئيا كده هتفتح الفيديو ده معايا والكتاب قصادك. حلو يا معلم؟ فدي بس، انا اسف على المقدمه اللي فاتت، والله هي مقدمه طويله شويه، بس ده كان كلام لازم اقوله علشان يعني ايه تبقى فاهم احنا بنعمل ايه. فبص يا معلم، اللي هنقوله اللي جاي ده بالحب، فما تدققش على اي حاجه وما تقوليش انا مش فاهم دي. هو انت ان شاء الله هتفهم على قد الكلام المكتوب، زياده ما بينه وما بينك ان شاء الله بعد الامتحان. انا يعني الحمد لله احنا فاهمين الكلام ده، فانا هنفهمه لك ان شاء الله، بس يعني ده مش وقته. تمام، فانت يعني ابوس بس دماغ روح مجد يعقوب اللي جواك ما تطلعهاش دلوقتي. تمام يا معلم، كل فيديو ان شاء الله هيكون على شابتر عشان نخفف الدنيا وانت تسرع على سرعه الواحد ونص ولا حاجه، والدنيا تمشي معاك تبقى زي الفل. وانا اوريدي اصلا هحاول انا اتكلم بسرعه. تمام، بص يا شباب، اول شابتر معانا ان شاء الله في العملي اسمه مايكروسكوب. تمام، الشابتر ده مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مبدئيا تعرف شويه معلومات عن الميكروسكوبات وشويه معلومات عن الصبغات اللي بنستخدمها في الشرائح اللي انت بتشوفها في المعمل. طيب ايه بقى المعلومات دي؟ مبدئيا هنبتدي بجزء بتاع الميكروسكوب ده. احنا عندنا كام نوع ميكروسكوب موجود في الدنيا؟ عندنا 6 انواع من الميكروسكوبات. في نوعين انت اوريدي عارفهم، اسمه واحد اسمه اوردينري لايت ميكروسكوب، ده اصلا ميكروسكوب اللي انت بتشوفه في المعمل ده اسمه اوردينري لايت ميكروسكوب. في واحد تاني انت شبعت سمع عنه من ايام الهيستولوجي اسمه الكترون ميكروسكوب. اللي جايين دول انت ما شفتهمش حقيقه، بس احفظهم وخلاص. احفظهم من غير ما يا عم احفظهم مالكش دعوه، المهم هم 6: اوردينري لايت ميكروسكوب، الكترون ميكروسكوب، فلوريسنت ميكروسكوب، انفيرتد ميكروسكوب، دارك جراوند ميكروسكوب، والفيس كونتراست ميكروسكوب. اقفل الريكورد واقرا الستة دول تاني واحفظهم كويس. لو انت بقى فتحت ريكورد اقرا معايا بقى تاني بقى. ايه هما التايبس اوف ميكروسكوب؟ السؤال مبدئيا السؤال يجي لك ازاي؟ هيقول لك زي مثلا زي السؤال هنا ده كده، مش عارف راح فين، كان هنا كده. منشن تايبس اوف ميكروسكوب، هتقوم جاي قايل له 6: اوردينال لايت، الكترون، فلوريسنت، انفيرتد، دارك جراوند، فيس كونتراست. تمام، طيب المطلوب مني اعرف ايه تاني؟ دلوقتي انت كده عرفت اول سؤال التايبس اوف ميكروسكوب. جالك سؤال تاني يقول لك كل ميكروسكوب فيهم بيستخدم في ايه. مبدئيا كل حاجه متعلقه بالاصفر كده ليها شريحه. طيب انا في الامتحان هيجي لي ايه؟ على حسب ما انا فهمت ان الامتحان هيجي لك شريحه زي دي كده، والاسئله هتجي لك على الشرايح. فاحنا هنقرا كل، يعني معنى كده ان انا اذاكر الحاجات الملونه بس؟ لا، ان احنا هنذاكر كله. اشمعنى؟ لان في خضم حلوه، في خضم دي، في خضم الاسئله اللي بيجي لك دي ممكن يجي لك مثلا سؤال
على حاجه مش في السلايد. يعني مثلا شفت مثلا ده، مثلا ده السلايد بتاع انفرتد ميكروسكوب، قال لك هنا منشن اذر تايبس اوف ميكروسكوب. طب هل الاذر تايبس متلونين؟ لا، فاحنا هنحفظ كل حاجه بس هنركز على الحاجات الملونه. تمام يا معلم، يلا بس على النبي كده نبدا. احنا كده عرفنا اول سؤال ايه تايبس اوف ميكروسكوب. تمام، كل واحد فيهم بيستخدم في ايه؟ مبدئيا اورديناري لايت ميكروسكوب، الكلمه دي مش صح، تو سي بكتيريا. هي حقيقه صح بس احنا مش دي الاجابه اللي هتكتبها، يعني انت فهمتني؟ اورديناري لايت ميكروسكوب يا ولاد هنجيب الاجابه بتاعته من هنا. اشمعنى ليه؟ لان دي الموجوده في الكتاب. ايه اليوزز بتاعته؟ مبدئيا عندنا اتنين يوزز. رقم واحد، عندك طريقتين، يا اما تجيب عينه ما حطيتش عليها صبغه. يعني مثلا جبت مثلا عينه من البكتيريا ما حطيتش عليها صبغه، اشمعنى؟ عشان الصبغه بتقتل البكتيريا. طب انت مش عاوز تقتلها ليه؟ قال لك عشان اشوف الموتيليتي بتاعتها تحت الميكروسكوب، فلو انا حطيت صبغه مش هشوف الموتيليتي. وده كده يبقى اول يوز، اكزامينشن اوف فريش ان ستيند سامبلز فور موتيليتي. تمام، ودي كانت حاجه قلتها في النظر زمان، كان اسمها هانجنج دروب ميثود. هانجنج دروب دي يعني احنا هانجنج ده بيمسك دروب نقطه، ميثود يعني طريقه. فطريقه انت بتاخد نقطه من عينه عن طريق ان انت تاخدها وخلاص كده تحطها تحت الميكروسكوب بدون ستين. فده كده اول يوز. تاني يوز ان انت تعمل اكزامينشن بقى لستيند سامبل. طب انت بتحط صبغه على السامبل ليه؟ ما هي كده هتموت. طب ما تموت قشطه، ما انا مش عايز اشوف موتيليتي. امال انت لما تموت عايز تشوف ايه؟ عاوز اشوف شكلها، حجمها، الشيب بتاعها، والارينجمنت. تمام يا معلم، فده كده اليوزز بتاعه الاوردينال لايت ميكروسكوب، تو سي مش بكتيريا بقى، تو اكزامينشن فريش ان ستيند، واكزامينشن ستيند. الان ستيند ليه؟ عشان الموتيليتي. والستيند ليه؟ عشان المورفولوجي والسايز والشيب والارينجمنت. تمام، ده كده اول نوع. الالكترون ميكروسكوب علشان الفيروس، فلوريسنت تيفلون، فلوريسنت تيفلون. تمام، فانت حاول تسكن الدنيا بسرعه كده. انفيرتد ميكروسكوب، بص يا ولاد، انفيرتد ميكروسكوب ده يعني عشان نقرب الدنيا، هو ده. تمام، كل فكرته ان هو ده بس معكوس. يعني مثلا شفت انت مثلا الميكروسكوب ده يا ولاد، شفت الحته اللي انا مشار عليها دي؟ تمام، المفروض دي الحته دي بتطلع نور في المعمل، هنا دي اللي بتطلع نور. هنا انت بتبص يعني راسك فوق بتبص لتحت، هنا برضه انت بتبص لتحت بس البتاع انت فاهم الدنيا، فعشان كده اسمه انفيرتد ميكروسكوب. المهم انفيرتد ميكروسكوب ده يا ولاد بيشوف بقى السي بي اي، يعني هو اصلا حقيقه بيشوف سي بي اي. يعني سي بي اي اللي هو سايتوباتيك ايفكت. يعني ايه برضه؟ بص بسرعه كده، ان انت مثلا لو جبت عينه من اي عينه مثلا من حيوان او عينه من اي حته، وبعد كده حطيت عليها الفيروس، المفروض الفيروس ده يبدا يعمل حاجات مرضيه. تمام، الحاجات المرضيه دي اسمها سي بي اي. حلو يا معلم، فالكلام ده كله بتعمله طبعا في المزرعه. يعني انت بتجيب عينه من حد، دي اسمها مزرعه، تيشو كالتشر، بوتل اور بليت، دي الحاجه اللي نحطها في المزرعه. تمام، بوتل ودي حاجه لها صور بوريك بعدين. المهم انت فهمت الدنيا، ده كده انفرتد ميكروسكوب. طب رقم خمسه، حاجه اسمها دارك جراوند ميكروسكوب، وده بيشوف السباير شيت. السباير شيت دي نوع من انواع البكتيريا والكلام ده كله يعني. تمام، طبعا عشان تحفظ دي، هي بص دارك جراوند دي اختصارها دي جي، فعارف انت اللي هو في المهارات يقول لك دي جي مش عارف ايه، فانت بقى مش عارف ايه دي جي، ما تقفلش الدنيا. دي جي سباير شيت، دي جي سباير شيت، تحس ان السباير شيت ده مثلا عمرو حمو بيكا ولا حاجه يعني. المهم انت فهمت الدنيا. تمام، رقم سته، حاجه اسمها فيس كونتراست ميكروسكوب. الفيس كونتراست ده علشان يورينا، بص يا ولاد الفيس كونتراست ده طريقته هي موجوده في الكتاب بس مش عليك عشان تحفظها. يعني هي الفكره ان احنا بنشوف لو انت معاك اورجانيزم، الاورجانيزم ده انستيند يعني لسه حي، هحاول اشوف ايه اللي جواه. تمام، الانترنال ستراكشر يعني، فده كده الفيس كونتراست. تمام يا معلم، المهم كده احنا خدنا اول سؤال ممكن يجي لك في ميكروسكوب. تعال بقى نشوف الاوردينال لايت ميكروسكوب والانفرتد ميكروسكوب في السلايدز. ده كده يا معلم ان شاء الله السلايد ده هيجي لك في الامتحان. تمام، لو جات لك يعني اوردينال لايت، اول حاجه هيقول لك ايدنتيفاي ايه اللي قدامك ده بالظبط كده، هتقول له اوردينال لايت ميكروسكوب. هيقول لك الارو بوينتس ات كذا، يعني الاسهم دي بتشار على ايه؟ هل المفروض ان انا احفظ كل الاسهم؟ لا، بص يا شباب، يعني انا هقول لك على كام حاجه كده تكتبهم، وبعد كده اكتب اور اذر. يعني مثلا ايه؟ لو جالك مثلا سؤال ذا ارو بوينتس ات ونقط، بص يا شباب اللي انت بتشوف منها دي اللي انا مش عارف دي، دي اسمها الاي لينس. الاي لينس دي اللي انت بتشوف، يعني انت بتحط فيها عينك. تمام، دي اسمها الاي لينس. شايف انت دي اللي انت كل شويه مثلا الدكاتره في المعامل يقول لك ايه؟ اقلب اللينس يا دكتور عشان مثلا تكبر تصغر الحاجات دي. الحاجات دي يا ولاد اسمها اوبجكتيف لينس، اوبجكتيف لينس. تمام، فالمهم انت ده اكتب بس الحاجتين دول، وطبعا كل حاجه لها اسم بس دول يعني ايه. لو قال لك الارو بوينتس كذا قول له اوبجكتيف لينس اور اني اذر بيس. تمام، عايز بقى انت تزود شويه قول له اوبجكتيف لينس، اي لينس، اور اني اذر بيس. تمام، طيب ارجع بقى تاني للشرح. المهم انت فهمت كده اول سؤال تايبس اوف ميكروسكوب. تمام، بعد كده يا ولاد برضو في الميكروسكوبات، احنا في الميكروسكوبات حاجه اسمها ماجنيفيكيشن. ماجنيفيكيشن دي يعني قوه التكبير، ان انت بتشوف العينه. العينه يا ولاد بتتلخص في حاجتين، قوه التكبير دي بتتلخص في حاجتين، العدسه اللي هنا والعدسه اللي هنا. العدسه اللي هنا اسمها اي لينس، العدسه اللي هنا اسمها اوبجكتيف لينس. دي بتكبر ودي بتكبر. طب دي بتكبر بقد ايه ودي بتكبر قد ايه؟ بص يا ولاد اللي هنا الاي لينس بتكبر بمقدار 10، يعني بتضرب قوه التكبير في 10.
يعني دي 10 تمام. طب اللي هنا قال لك حسب العدسه، مش انت عندك هنا ثلاث عدسات حتى، يقول لك مثلا العدسه الحمراء والزرقاء والصفراء تقريبا. المهم يا اولاد الصغيره خالص، الصغيره خالص من دول قوه تكبيرها برضو 10، الاكبر منها شويه 40، الاكبر خالص 100. طيب يبقى كده قوه التكبير كلها كام؟ قال لك مثلا لو انا حطيت هنا العدسه الصغيره ودي العدسه بتاع الاي لينز، يبقى 10 في 10، يبقى قوه التكبير كلها 100، ودي اسمها لو باور ودي اقل واحده. طيب الهاي باور قال لك حط ال 40 واضرب في 10، يبقى كده 10 في 40 400. اخر واحده اللي هي دايما بتبقى عارف انت في عدسه فيهم كده تحس كانها لازقه في السلايد، دي اسمها الاويل اميرشن لينز تمام، ودي بيبقى قوه تكبيرها 100. فانت بقى اضرب ال 100 في 10 يبقى كلها كام؟ 1000. الله عليك. المهم كده 10 في 100 ب 1000 تمام يا معلم، يبقى كده دي قوه الماجنيفيكيشن. كلام جميل. ده كده يبقى احنا خدنا اول عنوان تايبس اوف ميكروسكوب، ثاني عنوان ماجنيفيكيشن، ثالث عنوان بقى نتكلم فيه سورس اوف لايت. يعني ايه سورس اوف لايت؟ مش انت لما تيجي في المعمل تيجي تقيد النور عشان تشوف العدسه تمام. قال لك بص بقى يا معلم، مبدئيا هنجيبها بالعكس. يعني هنجيبها بالعكس، عارف انت الدي جي، الدي جي اللي هو الدارك جراوند ميكروسكوب، هو والانفيرتد والاوردينري لايت الثلاثه بيستخدموا بيستخدم فيهم الاوردينري لايت اللي هو اللمبه العاديه. انت اصلا بتخش المعمل بتتك على الزرار وخلاص، ده اسمه اوردينري لايت. طيب الفلوريسنت اللي كان بيشوف التفلون بيجي من الالترا فايلت راي، هي كلها اف في في حاجات كده يعني اكنك بتطف على حد. يبقى فلوريسنت تفلون الترا فايلت راي، يبقى النور اللي بتستخدمه اللي هي الاشعه الفوق البنفسجيه تمام. اخر واحد معانا الالكترون ميكروسكوب. الكترون ميكروسكوب بيستخدم اولاد حاجه اسمها الكترون بيم. الكترون بيم ده بيجي من مسدس اشعه، ما علينا يعني، مسدس الاشعه ده بيطلع شعاع من الاشعه، الشعاع اسف شعاع من الالكترونات اسمه الكترون بيم تمام. حتى بيجي من حاجه اسمها الكترون جن. ما علينا، لو انت فهمت الدنيا يبقى كده ده السورس اوف لايت. طيب كده احنا خلصنا اول نص الشابتر ده اللي هو اسمه الميكروسكوب. تعال بص، تعال بص كده على الميكروسكوب ده تمام. بص معلش، لو جالك ان شاء الله الميكروسكوب ده يقول لك ايه ايدنتيفاي، تقول له اوردينري لايت ميكروسكوب، الارو بوينتس ات، وبعدين كده تقول له حاجتين وتقول له اور اذر اور اني اذر بيس تمام. اليوزز بيستخدم في ايه، وهتقول له بس بكتيريا، قول له بس الكتاب، اكزامينشن للفريش فريش اون ستيند او اكزامينشن للستيند، وطبعا تقول له ليه. بعد كده الماجنيفيكيشن باور. الماجنيفيكيشن باور يا ولاد نسيت اقول لك على حاجه معلش، لا انا قلتها، انت بتضرب الاي لينس في الاوبجكتيف لينس، اسف انا قلتها معلش نسيت. ماجنيفيكيشن باور قوه التكبير، هتقول له الاوبجكتيف لينس، اذا الاوبجكتيف لينس ده طبعا بقى اذا كانت 10 او 40 او 100 تمام، مضروبه في الاي لينس اللي هي دايما بتبقى 10 تمام. بعد كده ولا في حاجه اسمها اخر حاجه ان شاء الله هناخدها يعني هنا في الميكروسكوب، حاجه اسمها ريزوليوشن باور. عارف يعني ايه ريزوليوشن باور؟ عارف انت لما تاخد صوره تلاقي بكسله، اقول لك مثلا ايه، ابعت لي مثلا صوره مصوره مثلا بجوده عاليه تيجي عندي على الموبايل بتاعي مثلا بكسله، دي اسمها ريزوليوشن باور برضو. يعني ايه ريزوليوشن باور دي يا ولاد؟ يعني اقل مسافه ما بين نقطتين تقدر انت يقدر الميكروسكوب ان هو يشوفها من غير ما يلغوش. يعني انت مش عارف افهمها لك ازاي. عارف انت يعني بص يا معلم، شايف انت مثلا صوره الكفر بتاعتي دي تمام، ايه رايك في الريزوليوشن بتاعها؟ حلو يعني انت شايفها كويس. لو انا مثلا جبت صوره على الموبايل مثلا الترا اتش دي تمام، وجيت مثلا احطها على اللاب هنا، هتلاقي ان الصوره مبكسله شويه، ده اسمه ريزوليوشن باور تمام. ما علينا، فهمتها فهمتها ما فهمتهاش احفظها. اسمها ريزوليوشن باور. المهم الريزوليوشن باور في الاوردينال لايت بيساوي 2 من 10 مايكرون تمام. وكده خلاص، كده خلاص خلصنا يعني تمام. ده كده اول سلايد بنص الشابتر الاولاني، احنا كده بنشرح الاثنين. طيب اشرح لي لو جات لك في الامتحان، مبدئيا ده اسمه انفيرتد ميكروسكوب، هيقول لك ايدنتيفاي، هتقول له انفيرتد ميكروسكوب بيصدم في ايه؟ هتقول له بيشوف السي بي اي، وطبعا ما بين قوسين السيتوباتيك افكت، طبعا في تيشو كالتشرز كان بليت او بوتد او بوتد. بعد كده سورس اوف لايت انفيرتد ميكروسكوب كان فين يا ربي؟ كان فين مع الاوردينري بالظبط، كان الاوردينري لايت تمام. بس اكتب بقى كده يا معلم فروم اباف، يعني من فوق تمام، عشان يبقى يعني حاجتك احلى يعني. بلاك هنا اخر سؤال، منشن اذر تايبس اوف ميكروسكوب اند ذير اليمينيشن سورس. سهله جدا، الاي ام الكترون بيم من الالكترون جان، الفلورسنت ميكروسكوب، الترا فايلت راي من ميركوري فيبر لامب. لامب بص يا ولاد ديت عباره عن مصباح كده بيستخدم الميركوري بطريقه او باخرى يطلع منه بخار، البخار ده هو اللي بينور الدنيا تمام. فهمتها فهمتها ما فهمتهاش عدي. دارك جراوند ميكروسكوب بيستخدم برضو الاوردينري لايت تمام. اخر شريحه هجي لك في الميكروسكوب، هيجيب لك الاوردينري لايت، اسف الاوردينري ميكروسكوب، وجنبه الانفيرتد تمام. برضو نفس يعني الاسئله تيجي عليه، هي نفس الاسئله تيجي هنا والاسئله هنا، بس خد بالك ان في الشريحه دي في سهمين، في سهم بيشاور على حاجه هنا وبيشاور على حاجه هنا. السهم ده يا ولاد بيشاور على الاوبجكتيف لينس اللي هي دي تمام، بس بيشير على اوبجكتيف لينز. فكده احنا خلصنا اول جزئيه ان شاء الله. تاني جزئيه احنا كده خلصنا، كده احنا خلصنا الميكروسكوب تمام. تاني حاجه بقى يعني خد بقى يعني نفس كده واسمع بقى تاني حاجه،
الستيننج الصبغه. بص يا شباب، احنا عندنا ثلاث انواع من الصبغات، مش ثلاث اسامي، ثلاث انواع. مبدئيا اول نوع حاجه اسمها سيمبل ستين. يعني ايه سيمبل ستين؟ يعني ايه صبغه واحده، مركب واحد، ده اسمه سيمبل ستين. حتى السيمبل ستين دي ما علينا ما علينا، السيمبل ستين دي بتستخدم وان داي، يعني بتستخدم صبغه واحده. ديفرنشال ستين بتستخدم اكتر من صبغه، تمام؟ سبيشال ستين مش عليك تعرفها، المهم انت فهمت. السيمبل ستين صبغه واحده، ديفرنشال اكتر من صبغه، سبيشال ما علينا، تمام؟ يبقى انت كده عرفت الثلاث انواع بتوع الستين. تمام، تعالى كلمه واحده على كل واحده فيهم. السيمبل ستين يا ولاد اللي هي وان داي، قال لك بما ان هي صبغه واحده، فانت لو حطيت على اي اورجانيزمز بتصبغ الكائنات دي بنفس اللون. زي مثلا ايه، في مثلا صبغه اسمها ميثايلين بلو داي، دي بتصبغهم كلهم ايه، بلو، مش مستاهله يعني. فده كده سيمبل ستين. تاني حاجه، حاجه اسمها ديفرنشال ستين. ديفرنشال ستين دي يا ولاد زي جرام ستين، فاكر انت ايام زمان الجرام ستين؟ الجرام ستين دي اصلا ما فيش ستين اسمها جرام، يعني مش صبغه واحده، ديت مركبه من اكتر من حاجه. طب ايه الحاجات اللي هي مركبه منها؟ حاجات يا ولاد بكلمه دامي، دامي، تمام؟ يبقى جرام دامي. ايه الدامي ده بقى؟ اول حاجه حاجه اسمها ديليوت كاربول فيوشيسين، تمام؟ ده حرف الدي. الاي الكحول، الدام، الام ميثايل فايلت، الاي ايودين. اقفل الريكورد واقراها تاني لحد ما تحفظه. يبقى ديليوت كاربول فيوشيسين، الكحول، ميثايل فايلت، وايودين. دي كده الحاجات اللي جرام ستين بتتكون منها، لانها اصلا نوعها بالذات كده ديفرنشال ستين. فهمت الفكره؟ طيب، في هنا حاجه المفروض كانت تتكتب بس ما اتكتبتش، ايه بقى الحاجه دي؟ بص يا معلم، المفروض دي اللي عليها الدور. البرنسبل اللي جرام ستين معموله بيها، يعني جرام ستين بتشتغل ازاي؟ بص يا شباب، وبالمره هنشرح الحاجات اللي ما بين قوسين دي. افتح الكتاب صفحه 6، تمام؟ صفحه 6 عشان بس تشوف انا بقول ايه. الكلام ده انا قلته في الشرح بتاع البكتيريا لو انت فاكره يعني. الجرام ستين بتشتغل ازاي؟ بص بالبلدي كده خالص وانت بعبر براحتك بقى. الجرام ستين دي كل فكرتها ان انا بجيب الميثايل فايلت دي واصبغ بيها بعض كائنات، تمام؟ وبعد كده بعد ما احط عليها ميثايل فايلت ارجع احط عليها ايودين علشان يثبت الصبغه، تمام؟ بعد ما احط الاثنين دول يبقى كده المفروض حطيت ميثايل فايلت على الكائن وثبته بايودين، حط بقى معلم الكحول. طب الكحول ده اصلا ديكولرايزر، يعني بيشيل اللون، ما هو انا عايز كده. قالك بعد ما احط الكحول هلاقي ان في بعض الكائنات اللون فعلا بتاعها اتشال، وفي بعض الكائنات اللون بتاعها ما اتشالش. اللون اللي هو ما اتشالش ده اسمه جرام بوزيتيف، يعني دي اللي فضلت ثابته على مكانها، واللي اتشال اسمها جرام نيجاتيف، تمام؟ طب بعد كده يعني خلاص احنا حطينا الميثايل فايلت وثبته بايدين وبعد كده شلته كحول، ارجع احط كاونتر ستين، يعني صبغه مضاده، يعني صبغه عكس الميثايل فايلت، تمام؟ دي حتى بتدي لون بينك. المهم الصبغه دي اسمها ديليوت كاربول فيشيسين. الكائنات اللي هي اصلا ما استجابتش للكحول وفضلت محتفظه بلونها القديم، الديليوت كاربول فيشيسين مش هيأثر فيها، انما اللي هي اصلا استجابت للكحول الديليوت كاربول فيشيسين هيصبغها بصبغه ثانيه، وهنا يبقى اسمها جرام نيجاتيف. فهمت حاجه؟ فدي كده اسمها ديفرنشال ستين. اخر حاجه بقى يا معلم ان شاء الله، وعلى فكره ده حتى يقول لك البرنسبل بتاع جرام بوزيتيف. بص يا شباب مبدئيا، تعالى قبل ما نشرح السبيشال ستين ده، كده شريحه للجرام بوزيتيف اللي انا مشاور عليها دي، ودي الجرام نيجاتيف، تمام؟ حتى بص بقى السؤال يقول لك ايه، ايدنتيفاي ذس، هتقول له اللي على الشمال، اللي على شمال الورقه ده جرام بوزيتيف، واللي على اليمين وطبعا ما بين قوسين ده الفايلت، تمام؟ البوزيتيف تبقى فايلت لانها لسه محتفظه بدون المثال فايلت. فهمت حاجه؟ واللي على اليمين ده اللي هو جرام نيجاتيف ودي بينك، تمام؟ يقول لك طب السؤال، ايه الستين دي؟ جرام ستين. طيب ايه نوع ايه نوع الستين دي؟ ما هي نوع من الديفرنشال ستين، تمام؟ مين الديكولاريزنج ايجنت؟ هتقول له كحول، تركيز 95%. طب مين الكاونتر ستين؟ بالظبط كده، ديليوت كاربون فيشيسين، تركيز 1 من 10%. البرنسبال ايه؟ البرنسبال الجرام بوزيتيف شغال عليها، بس انا لسه شاريحها من صفحه 6، تمام كده؟ اخر حاجه هنتكلم فيها ان شاء الله النهارده حاجه اسمها سبيشال ستين، وده ثالث نوع من الستيننج. ما عليك ان انت تحفظ اسامي بس. مبدئيا عندنا واحده اسمها زيل نيلسون ستين، واحده اسمها موديفايد زيل نيلسون ستين، وليشمان، ونيزر، وفونتانا. بس في كلمه بس زياده، ان الزيل نيلسون بتصبغ التي بي، والموديفايد زيل نيلسون بتصبغ الليبرسي، تمام؟ يبقى زد ان تي بي، زد ان حرفين مع حرفين، موديفايد زين ان مع ليبرسي هي الكبيره يعني. اخر بس ملحوظه، عارف فاكر انت الهانجنج دروب ميثود اللي احنا لسه قايلك من فوق من شويه؟ ديت كل الفكره بتاعتها يا ولاد، ان احنا بنجيب فريش انستيند بريباريشن، يعني بنجيب عينه فريش ما حطيناش عليها صبغه علشان نشوف الموتيليتي، تمام كده؟ وكده نكون خلصنا اول حاجه.